يعني ساعات بنتكعبل في حاجات كده، وده طبيعي، بس جايه مصر، جايه ان شاء الله. مهلا آل مصر ان شاء الله. استاذ عبد المنعم، القيمه المضافه هتقلل اسعار السلع تحديدا. حضرتك صرحت وقلت بوتاجازات، ثلاجات، عربيات، كل معظم الاجهزه الكهربائيه، بس ده على ارض الواقع ما حصلش فين. هو هتقلل اسعار السلع لبعض السلع. ايوه، مش لكل السلع. لا، انا قلت لبعض السلع. فلبعض السلع احنا كان عندنا سلع تخضع لضريبه المبيعات واعفيت في ظل ضريبه القيمه المضافه. احب بس اوضح نقطه صغيره قوي، لسبب ان القيمه المضافه المسمى هي ضريبه على القيمه المضافه على السلع في كل مرحله من مراحل تداولها. يعني انا باخد على مرحله انتاج، مرحله التجاره جمله، مرحله التجاره التجزئه. احنا في العام كده واحنا قاعدين، احنا قاعدين كده في الفسحه او في القهوه، هنلاقي قيمه مضافه، يعني هنضيف قيمه يعني اضافه ضريبه. لا، هي قيمه ضريبه على القيمه المضافه في مراحل تداول السلع. طيب، ده ما حصلش. ده حصل ازاي؟ انا النهارده ما حصلش. انا بقول لحضرتك ما حصلش. لا، هو طبعا اللي حصل بالفعل ان القيمه المضافه امتداد لضريبه المبيعات اللي احنا بنطبقها من 91، وكنا بنطبقها جزئي. ايوه، يعني ايه قيمه مضافه؟ يعني ان انا النهارده الضريبه بتاعتي مثلا على المستهلك النهائي النهارده 13%. بحصل في مرحله الانتاج جزء، مرحله تجاره الجمله جزء، مرحله تجاره التجزئه جزء، توصل للمستهلك النهائي بال 13%. ازاي هحصل جزء على كل مرحلة؟ باني بحصل ضريبة على قيمة السلعة بالكامل عند البيع في كل مرحلة من مراحلها، واسمح للي بيبيع ان هو يخصم ما سبق سداده. ما سبق سداده منين؟ من ضريبة. إزاي؟ على السلعة. ازاي؟ يعني انا النهارده جايب، انا اقول لحضرتك مثال. انا